أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل السائل يقول: ما أثر التبسم في وجه المسلم ما أثر التبسم في وجه المسلم؟ ما أثر التبسم ما نعم. أثر التبسم في وجه المسلم والتواضع وعدم احتقاره أيا كان، خاصة إذا كان من طالب العلم؟ هذا ما في شك أنه تبسمك في الحديث، تبسمك في وجه أخيك صدقة. التبسم طيب في وجه المسلم، وكذلك إكرامه والتواضع له، ما في شك. هذا مش موجب السؤال، هذا شيء معلوم ما يحتاج سؤال. نعم.